تا اسمك درتو في ملعب في ميادين كره القدم. كاين الناس اللي ما عندهاش اسم اللي تجي لكره القدم باش دير اسم. الناس رجعوا قال لك هادو لهم يهضروا يجوا للتيرا تيرا وكان كي تروحوا تكلم على بن عبد الرحمن قلت له تيرا كي تروح بن عبد الرحمن نائب رئيس شباب القبائل اللي رد عليك وقال لك انه احنا رانا نعملوا شباب القبائل وماذا بينا نشوفوكم تعملوا في انا واش عملت شباب القبائل ما عملتش كمسؤول عملت كلاعب وانا مديت اكثر من واش مد هو انا كلاعب نشمخت ليك ونتعلق ندير كلش بصح واش يديروا هما ما نقدرش انا ما تسمحليش وان شاء الله باذن الله ما نكونش مسؤول ما نكونش مسؤول باسكو هادو ما سهله يهدروا باسكو تجي مع لي زونتيان جوار نتوما تهدروا بارك وتهدروا انا هدرت كي كنت في التيران دوكا لا غالب راني كيعيطوا لي بلاطو المدراي بلا والو انا من حقك من حقك واحد ما يقول لي روح روح در وباش تبالك ما عندي حتى واحد مورايا انا عندي ولادي وكدايا ما كان حتى واحد يقول لي بالك الناس كاين واحد اخر يروحوا للبلاطوات باش يلقاو خدمه عندي إيش خدمة أنا ولا هو هدر عليا هذه اللي نقولوا فيه وتشو أنا يعرفني ونعرف أنا كي كنت في التيرا كان يجي هو باش يشوف فاروق ويفرح باسكو فاروق يمد في التيرا مديت في التيرا أنا تمن سنين في جياسكا دوك ما نخلي له هو ولا يقدر يشد تمن سنين ويمد واش مديت أنايا تمن سنين يمد يجيب لي تيتر والناس تولي تهدر عليه وكذا هذا ما كانوش يسبوني في سطاد أنا كي راه كاع يصفقوا عليا ولدوك الحمد لله دوك ولا باش يرجع لي ما نرجعوش انا هدرتها بوغ لو بيان تاع جياسكا انا ما عندي حتى عفسه لعبت لي كيباديك دارت لي اسم وكذا هدرتها جا سوجي هدرتها من قلبك فاروق بالقايد يعني حتى اراء المراسلين تاع شباب القبائل الحمد لله انا باش يكون عام البارح كنت في تيزي وزو قاعد نص قهوه في تيزي وزو جيت خارج قالوا لي وخلصها جاز واحد خلصها وراح شي عارف لي فاروق نورمال مازالني ورحت البلاصه اللي رحت ليها دير تصاور مع الغاشي نورمال اخدم جياسكا ما تدخلش معايا انايا خلاص انا بالك غلط كاين الناس اللي حاسبوني انت راك مسؤول اخدم بعد نشوفو دون دو تروازون اسك انت يا راك مديت الفوتبول باسكو انا عندي عفايس اللي ما نقدرش نهضرهم في التلفزيون هذا ما لهالدرجه وي وخلي البير بوغطا ما عفايس اللي عيب انا نقيس بزاف عفايس مورا عباد مورا يفو ميو لاس طومبي انا خدوت مع ناس تهضر حناشي فيه لي فيه بصح انا كمسؤول شتو انسان نحترمو انايا هو يحترمني هذا انسان كدايا مي دوكا ما اونتر جوار ديريجون راه ما كاش لو ليسبي هذا ويديروك نو حنا كان ريسبي انا دوك تقول لي حنا شي فيه انا خدمت مع 8 سنين دوك ولا انا 8 سنين اللي خدمتو مع شت فيه غير الخير وما ما راح تهضر فيا بصح معليش انا 8 سنين انسان اللي خدمت معاه وشتو بيا خلاص دوك هذا راه صغير عليا وجاب لي ربي هذا بن عبد الرحمن بالك واقل صغير عليا ولا ما خافش نكذب انا باسكو وراه يهضر عليا يعرفني وانا قلت لك ما نحبش ندخل معاه قولوا يا ناسيم غير خدم في التيران ان شاء الله باسكو الهضره سهله تي انا ما نخدمش مسؤول انا كون جيت مسؤول تشوف فاروق صاصا ما انا تاع تيران لعبت بالون باك بالك ما نوليش اونترينر بصح سيغ التيران فاروق ما ورساله وصلت فاروق الخير هذا ما ونولوا لا فيفا وكذا قلت لك لا فيفا كي يكونوا الناس لا كومبيتونس هي صح ولونيتي واحد يكون مسؤول ويحب خدمه ديالو يسو دون افون يتبع برك معليش حنا كوبيي وجاو هادو الناس تبع فيفا عندهم مستوى ويعرفوا خر منا وقد حنا يا خويا واش يقولوا نحفظوا ونتبعوا ونمشيو الفوتبول ديالنا ان شاء الله ينجع هذا ما كان لو بي تاعهم كاع لا مهنا سي الفوتبول انت كجورناليست مادي فوزي ما نبقاوش دربي ما نقدروش نبرمجوا ما نبقاوش في ماتش حصلنا وكذا يوم بعد الناس الدار بيناتها انت قلت لي وانا ما قلتليش معك ما تقدرش